طيب بسم الله الرحمن الرحيم، واصلنا معكم فعالية مؤتمر الصحفي الخاص مباراة الفيصل الأردني مع نسار الأوزبكي ضمن بطولة أبطال آسيا التي انتهت بفوز فريق نسار نتيجة 1-0. اسمعونا نرحب بالمدير الفني لفريق نسار الكابتن ريزكو البريدي ومدير الفريق والأستاذ أصيل. كابتن شو مبارك الفوز، شو تحكينا عن مباراة اليوم؟ شكرا لكم على المباركة. أتينا للفوز بهذه المباراة. بداية الشوط الثاني أول 20 دقيقة كنا سيئين، ولكن بعدين استعدنا السيطرة على المباراة وحققنا نتيجة مطلوبة. شكرا صافي، فوز ممتاز. بدي أسأل المدرب شو بتحكي لجمهور فيصل اللي حضر اليوم في المباراة وطلعته زعلان؟ Yeah.
ما 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 شاف انه الفيصل يلعب على التعادل باي فتره من فترات المباراه. هو بالنسبه له يشوف انه التبديلات ساعدته انه يرجع يتحكم بريتم المباراه بعد بدايه الشوط الثاني. وممكن يكون الفيصل عنده مشاكل بالتشكيله، ولكن هو واثق ان الفيصل راح يحاول يحقق نتائج جميله. نعم، احنا سؤال الى المدرب انه الفريق فرض افضليه الشوط الاول كان اكثر وصول للمرمى، لكن الشوط الثاني تراجع الاداء، وشعرت انه يعني الفيصل كان في اي وقت ممكن انه يحقق النتيجه او يحقق الفوز، لكن في النهايه يعني الفريق النصر استطاع انه يحقق الفوز ويخرج بالنقاط الثلاثه. سؤالي هو انه هل يعني هو حسب مشاهدته لفريق الفيصلي، هل يعتقد بان الفريق قادر بما يشاهده من اداء على انه يدخل اجواء المنافسه حتى بعد الخساره اللي تلقاها اليوم؟ They have not to lose the confidence in themselves, so they have a good team and they have to go the goal and to achieve the success. They wish good luck. رأيه بفريق الفيصلي، المفروض انه بعد هاي المباراه ما يفقد الثقه، يمتلك فريق جيد قادر على المنافسه، وبتمنى له الحظ السعيد. نعم، السؤال الاخير تفضل. سؤالي مشقاني انه كيف المدرب الفني يتعامل يعني الوصفه السحريه للضغط على يعني شفنا لاعبين نساء عم يتعاملوا مع ضغط الجماهير بكل سهوله، وصل استحواذ نساء في الشوط الاول ل 70%، بتحس انه نساء عم يلعب على ارضه. اما السؤال الثاني عم بطلع على الكشف عم بشوف انه موجود 18 لاعب، عندما يعني الاتحاد الاسيوي بيسمح لك بتواجد 23 لاعب، هل نساء عنده نقص اللاعبين ام هو قرار فني؟ Thank you.
بالنسبه للاعب خارج الارض وانا من الجمهور هم متعودين على هذا النوع من المباريات على هاي الكميه من الجمهور زائد التقدير النفسي اللي بيعدوه لجميع اللاعبين. بالنسبه للشق الثاني من السؤال في لاعب عندهم في الصين حاليا مع فريق الشباب وفي عندهم لاعبين مصابين عشان هيك السكواد عندهم ناقص. يعطيكم العافيه جميعا شكرا لكم.